الصورة الأولى نقل الرواية، يعني دخل مجلس الإمام الصادق، سمع الإمام الصادق، خرج من الإمام الصادق، أصلا عنده حافظة قوية، نقل لك شنو؟ الرواية. لو سألته همتي أنا معناها شنو، يعلم أو لا يعلم؟ لا يعلم. ما أدري واضح ولا؟ هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه لا، دخل وسمع وفهم المعنى وعلم أن هذه الرواية أين ماذا؟ ما هو موضوعها وما هو محمولها؟ بأي قرينة؟ أنت إذا ذهبت إلى الأخباري وسألته عن سؤال، وهو أن الصائم إذا ارتمس في الماء يبطل صومه أو لا يبطل؟ الإخباري المجتهد جائز عنده، اجتهاد جائز عنده، لو مو جائز ملان مو جائز عنده، تمام؟ فلا بد شي يسوي ملان، ها؟ يقرأ لك رواية، يعني ينقل لك رواية أن الإمام الصادق شنو قال؟ قال يبطل أو شنو؟ لا يبطل، أليس كذلك؟ كل هم الإخباري يقول ما يكفي أنت تقول يبطل أو لا يبطل، لأن هذا اجتهاد، لا بد تقرأ شنو له؟ رواية. الجواب عزيزي هاي الصورة الثانية هي نحو من الاجتهاد. أنت التفت جيدا، فلو كنت سألك سؤال عن الارتماس في الماء، قل ليش ما تقرأ الرواية عن الصلاة مولانا أنت؟ ليش ما تقرأ الرواية عن الحج؟ إذا أنت اللي تحافظ لك 100 رواية عن الإمام كاملا، دا تشخص أن السؤال موضوعه هذه الرواية لا هاي الرواية. هذا اجتهاد لو مو اجتهاد، ها؟ بدليل انه يمكن نفس هذا السؤال يستسأل عالم حافظ لروايات اخر يقرأ له شنو، ها؟ هاي الرواية لو رواية اخرى يقرأ له رواية اخرى، يقع الاختلاف لو يقع. ما هو منشأ السؤال؟ لا، السؤال واحد، ولكن الاختلاف أن كل واحد منهم فهم من السؤال أن الرواية أليف تنطبق، والآخر فهم أن الرواية ماذا؟ باء تنطبق. وهذا ما قاله المجلس مرارا، قال إذا في مسألة واحدة وردت روايات متعددة لا بد نسوي إحنا، ها؟ ماذا نفعل؟ نرجح بعضها على بعض، هذا اجتهاد وليس اجتهاد، ولا بعنوان شنو ترجح أنت؟ تقول ها سندها أقوى، ها الناقل زرارة، ها. وما ذكره من الأمثلة صاحب الكفاية زرارة وأمثاله، هاي الصورة الأولى. للصورة الثانية هذه تحتاج توضيح، أن الأخباري أيضا دا يجتهد، ولكنه فقط ما يريد، ما يقبل أنه واحد يسميه مجتهد ملا، هاي فقط. وإلا لا يمكن لأحد أن يقول شيئا بلا شنو، إلا إذا كان مسجل مولانا، وإذا صار مسجل بعد ما تقدر تسأل أنت. أساسا حقيقة العمل أو الرجوع لابد أن يكون إلى العالم لا إلى الراوي بما هو راوي، ونكات موجودة في الروايات تؤيد هذا المعنى، والحمد لله.